انا هجيب الاول الكاميرا وبعديها اشوف الرينج لايت اسعاره كام بقى، عشان اسعاره بقت غريبه قوي. هي دي بقى صباح الخير يا تيتا. ها صباح الخير يا تيتا. يا صباح الفل يا ست الكل. صباح الخير يا حبيبي. صباح الخير يا نور. صباح الخير يا بابا. فاكره لما كنت بقول لك هنكسب ملايين؟ اه يا حبيبي فاكر. انا بقى على بعد خطوه من الموضوع لو اللي في دماغي حصل. الله، ازاي يا نور؟ ها هقول لكم بعدين. الملايين هتيجي يا نور لما تسمع الكلام وتبطل سهر على التليفون، وكمان ترد عليا انا وماما لما نتصل بيك. ما انا ما كنتش سامع ال المره دي انا عديتها، المره الجايه بقى هسحب منك التليفون. ايه ده؟ وتليفوني ايه علاقته بالموضوع ده طيب؟ طول الوقت شاغل بالك بالتيك توك والتصوير والالعاب، مش مركز معانا ولا مع المذاكره. لا ده نور وعدني انه السنه دي هيجيب درجات حلوه وهيركز ومش هيزعلنا ابدا، مش كده يا نور؟ امال يا ماما. هنشوف. صباح الخير نور. مش عايز تقولي حاجه؟ حاجه ايه؟ مش فاهم. الشرط يا نور، لحقت تنسى الشرط؟ انت كمان ما تسيبيني في حالي بقى. أنا شاكة إن الشنطة دي نور مخبي فيها حاجة. لا يا بنتي معقول؟ هيخبي إيه يعني؟ أكيد سندوتشاته اللي بعملها له ما بياكلهاش وبيخبيها فيها. إيه حكاية الشرط اللي عمالة تقولي لأخوكي ده؟ أما أرجع من المدرسة هبقى أحكي لك يا تيتا. ماشي. بالذنب من الكلام اللي قلته لنورة آخر مرة. أنا حاسة بيكي، بس الصراحة دي أحسن حاجة أنت عملتيها، أنت واجهتيها بحقيقتها. نورة بتاعت مصلحتها، كانت لزقالي زمان عشان البنات هنا كانت كلها بتحبني. أول ما جت ريم بعدي هي لزقت لها، وما أنت جيتي بعدنا هي لزقت لك. أنت نسيتي اللي عملته مع تمارا ولا إيه؟ واللي عملته معايا أما ما رضيتش تساعدني في موضوع التمثيل. طب هي لو بتاعت مصلحتها هتساعدني في مشكلتي ليه؟ عشان تاخد اللقطة. وبعدين هي ما ساعدتكيش، هي كانت عايزة تبقى مشهورة وتعمل عرض مسرحي وتبقى المخرجة فيه، والدليل على إنها بتسعى للشهرة اللي بيحصل الأيام دي. زي بالظبط ما ساعدتني في موضوع فريق الكورة، كان كل ده عشان الناس تقول نورة هي اللي أقنعت المدير، مش عشان هي قلبها علينا، والدليل إنها ما بتلعبش كورة أصلاً. صباح الخير جميلة، وحشتيني. انت زعلانة مني عشان ما كنتش بقعد معاكي، وانا هو عايزة اقعد معاكي. هو انا بمزاجك يا نورة تكلميني في الوقت اللي انت عايزاه بس؟ انا اسفة، صدقيني كان غصب عني، واكيد اما احكيلك هتعذريني. طب عايزة احكيلك على حاجة ضروري قوي حصلت لي النهاردة. يارا طلعت هي اللي بتاخد مني الكسف الحلم. بعدين نتكلم يا نورة. صباح الخير. صباح الخير يا ميس رضوى. صلحوني، انا زعلانه قوي. يا ريت صحابي يحبوني زي ما الناس بتحبني.